ومنورني ايضا كمال طارق اللي اتولد الحقيقه من جديد بعد ما قدر يخس من غير لا دكاتره ولا عمليات ولا ادويه بالنظام غذائي وفي 3 شهور بس. انا قلت لك هقر عليك على حكايه 3 شهور دي، مش قادره الصراحه. الرجاله بتحرق اسرع من الستات جدا، مش ده حقيقي. في البدايه عايزه اعرف كده كل واحد فيكم كان كام كيلو وبقى كام كيلو؟ ابتدي بهند. انا كنت 135 وبعدين نزلت ل 75 كيلو. انا طولي 176، انا طويله. ودلوقتي زايده كام كيلو عضلات؟ في قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ 13 شهر يعني سنه وشهر. كمال كنت كام وبقيت كام؟ كنت 122 كيلو وبقيت 85 في 3 شهور. 3 شهور. رياضه واكل ولا اكل بس؟ انا كنت باكل كل اللي انا عايزه. يعني ما كنتش ماشي حتى كمان على حاجه، ما انا بس اللي كنت باكله كنت بحرقه كله، كنت بجري كتير جدا. طب ابتدي الاول، ايه اللي تاكل دافع مره واحده انكم تقرروا انكم تخسوا؟ بالنسبه لي انا كنت كترت قوي، وبعدين ابتدت بقى برضو ركبتي توجعني، واقل مجهود انهج يعني. برضو كنت شغاله في شركه في الدور الثاني. لو انا يعني والاسانسير مش موجود اقف استنى الاسانسير، يعني هي في الدور الثاني يعني مش قادره اطلع السلم. كنت بشنطه ايدي على دراعي الشمال مش قادره، مش مستحملاها. فقلت يعني انزل شويه يعني مش دي صورتك قبل ما قلت اخس شويه يعني مش قصدي والله اخس 60 كيلو بس. واحده واحده ابتدى الموضوع يعجبني لغايه ما وصلت لوزني دلوقتي. كمال انت ايه اللي الدافع بقى اللي خلاك القرار يعني نمت صحيت قلت انا هخس يعني هخس؟ يعني الحاجه الاساسيه كانت ان انا كان نفسي ادخل كل يعني اي كليه عسكريه من زمان. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي خلاني اخس، اللي اداني الدافع اكتر من كتر طريقه زمايلي واهلي وكده وكلهم على جسمي. يعني ده اللي خلاني اخس باي طريقه، يعني اصحى تاني يوم خلاص يعني كرهت جسمي. بقيت ابص لنفسي يعني كانت مرايه، ما بقتش حابب شكلي عموما. طب هل كان ليك تجارب كتيره مثلا فاشله قبل كده مع دكاتره بقى ورجيمات كتير وحاجات من النوع ده؟ دي صورتك قبل ما شاء الله. يعني فوق حوالي مثلا سنه ممكن يعني في التجارب الفاشله دي. يعني انت قعدت تجارب فاشله سنه وانت مع نفسك اما خدت القرار في 3 شهور قدرت تخس ده كله؟ كنت اروح لدكاتره، كنت اقعد ساعات يعني انزل اجري شويه اتعب اقول ليه اخد برشام اي حاجه تخسسني بتاع، وانا قاعد في البيت ما كنتش ببقى حابب ابذل مجهود. فقعدت سنه على الموضوع ده لقيت نفسي زي ما انا ما اتحركش من النقطه اللي انا فيها. انت كان ليكي برضه تجارب فاشله قبل كده مع رجيمات؟ يمكن وانا في سن صغير يعني وانا في ثانوي. طب ايه اللي كان السبب ورا الفشل التجربه كل مره؟ ان ما بصي لو دكاتره فهم ما بيشتغلوش على العامل النفسي، والاكل كله اصلا بالجوع بكل حاجه نفسي. فانا يمكن لما وصلت للنقطه النفسيه هي دي اللي خلتني اتشجع، يعني تفكيري في الاكل نفسه اختلف. ان بعد ما كنت بقول المياه الغازيه دي طعمها حلو والشيبسي والحاجات دي بتفرحني وكده، لا ابتديت اتكلم عنها وحش، ادور على اضرارها. المياه الغازيه بتملى جسمي ميه وبتاذيني وبتاذي الكلى، فانا طول الوقت بكرر الكلام ده فكرهت المياه الغازيه. فحاجه ثانيه زي مثلا كنت بحب قوي الشوكولاته، قعدت ادور ايه الشوكولاته اللي ممكن ما تتخنش، فعرفت ان في شوكولاته فيها اللي هي الدارك شوكليت معديه 70% كاكاو، دي بقيت اكلها. في الاول كنت بحس انها مره وكده، كنت افتح عليها كيس سكر دايت، من دلوقتي بقيت احبها، احب كل حاجه مره، ما بقتش احب الطعم المسكر. بس واحده واحده بقى ابتديت اعرف اكتر في التغذيه وفي وايه الاضرار وايه الحاجات اللي هو ما فيش حاجه فعليا بتخليكي تخسي، بس في حاجات بتعطل حرقك. هي دي اللي انا بقيت اتجنبها، فطول ما انا بتجنبها طول ما انا بخس. هنيجي بقى للكلام السبيسيفيك ده، بس عايزه الاول اروح هنا كمال واساله، ابتديت ازاي تخسي ده كله في 3 شهور؟ اديني بقى بروجرامك مشي ازاي. بروجرام ان انا كنت دايما بحاول ان انا لما بنزل اجري ما باخدش معايا يعني ولا باخد معايا فلوس ولا بروح مثلا بالعربيه بتاعتي، بسيبها وبسيب فلوس عشان اجبر نفسي ان انا امشي وما اركبش اي مواصلات او كده. فده كان اكتر حاجه بتديني حاجه ان انا اجري. ما بيكونش معايا فلوس اركب او ان انا اروح بحاجه او اجي، فكنت بضطر غصب عني ان انا امشي او اجري. كنت بتجري قد ايه وبتمشي قد ايه تقريبا؟ يعني افرج في اليوم كنت بجري حوالي 3 ساعات مثلا متواصل، بس جري مش اللي هو حتى ماشي بتاع رياضه، كنت بجري باجي على نفسي كمان كتير. وفي شهر رمضان ده طبعا كان الشهر اللي في النص ده يعني كان اكتر حاجه ساعدتني ان انا اخس اكتر. هما ال3 شهور دول كان فيهم رمضان؟ اللي في النص. وخسيت في رمضان؟ يعني. لا ده انا كده مش هحقد عليك، ده انت تبخر نفسك النهارده عشان تبقى فاهم.